الحبال الهشة المتبقية بين الغرب وايران قد انقطعت، واخر الاوراق المصفرة في شجرة الاتفاق النووي قد سقطت. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تؤكد هذا الواقع، وترى ان الدول الغربية لم تعد تملك اي مغريات تجذب اهتمام ايران لترميم جسور العلاقة بين الطرفين. ولعل احتجاز بريطانيا للناقلة الايرانية في جبل طارق ادى الى انهيار الثقة بينهما. يضاف إلى ذلك وصول بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية بما يحمله من سياسة أكثر تشدداً تجاه طهران. وبحكم الواقع الحالي فإنه لا مهرب من صدام إيراني غربي يتعدى حدود المناكفات السياسية والأعمال الاستفزازية. فاينانشال تايمز ترى إمكانية حدوث هذا الصدام. وتشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني ظل يعلن باستمرار أنه إذا حرمت بلاده من بيع نفطها فإن مانعيها سيواجهون المشكلة نفسها، ما يعني استمرار نظام إيران بعمليات قرصنة السفن، وربما يتعدى الأمر إلى تصعيد الميليشيات الإيرانية للأعمال التخريبية في عموم الشرق الأوسط، وخصوصاً في البلدان التي تستبيحها وعلى رأسها العراق. حيث اكدت وكاله بلومبرج الامريكيه ان العراق سيكون ساحه لاي صراع محتمل بين امريكا وايران لكن وصول هذا الصدام الى مرحله اسقاط النظام الايراني هو محل تشكيك عند المراقبين اذ ان المشروع التوسعي الايراني ظل يسير في خط منسجم ومتناغم مع السياسه الامريكيه في الشرق الاوسط على مدى العقود الماضيه ضمن ما بات يعرف بتخادم المصالح وعليه يثمر هذا الصدام عن مزيد من العزله لشكل النظام الايراني وضرب اقتصاده بينما تترك له الفرصه بان يتصرف كميليشيا تنشر الخراب في دول الجوار